ايه سطلانه الناس بتفكر فيها ازاي في المغرب؟ سطلانه ايه ده حلو، شوف دي ها ده هديه من بعض اصدقائي في المغرب، عشان كانوا شايفين تفاعلي في تشجيع المغرب على السوشيال ميديا، وتنبأت بمعظم المباريات على فكره، وتنبأت للمربع الذهبي وكله كان بيتم، فكان بعتين لي دي. ما نسونيش في الاحتفال هديه من المغرب مع رساله شكر الحبيب ديالنا، وانا بقول لكم كان احمق عليكم دي، كان احمق عليكم، كان احمق كان احمق عليكم يعني ايه كان احمق؟ يعني نحبكم يعني نحبكم هنموت يعني عليكم يعني كده. اللي سطلانه يعني كل العالم بيحب سطلانه، يعني في المغرب كله بيسمع سطلانه، سبحان الله، لان جمهور الوداد بيسمعها، جمهور الرجاء جمهور الوداد احتفلوا بيسمعها؟ بيها، جمهور الوداد الموضوع بالنسبه لهم هي اغنيه حلوه وعجبتهم، يعني هم مش عندهم بتفكروا بالماتش ولا لا حاجه. لا لا ده اذا كان في حد زعلان من سطلانه هتلاقيه عندنا في مصر بس، ايوه صح يعني والله صح، تخيل ده حقيقه. انا مثلا بس ما اعرفش في المغرب. انا لحد اخر كريتيريا دخلتها قبل ما اطلع المطار، انا اول ما دخلت قعدت او مشغلين سطلانه في المغرب اوكي، فطريق اللي ماسك المحل وبتاع وبيشجع الوداد من المجرمين بتوع الوداد، يعني مبسوط يعني بيحب الوداد هم كده. بيحبوا الاغنيه وهم بص هم شعب بيحبنا وعارفين ان احنا بنحبهم، فحتى هتلاقي ان يعني اول مره يبقى في سخونيه في الماتشات، هي الماتشات دي طول عمرنا مع المغرب سواء منتخبات او انديه بتلاقي الدنيا لذيذه، يعني هم بيحبونا وعارفين في نفس الوقت ان احنا هم بالنسبه لنا حاجه حلوه بنحبهم. طبعا احنا بنحب المغرب جدا، وكل يعني انا من الماتشات اللي انا يعني بحبها جدا، ماتشات اي حاجه في المغرب بتلعبها بتبقى ماتشات حلوه جدا. فسطلانة بالنسبه لهم اغنيه بقت ترند حابينها، يعني مش شايفينها مش بيغزوا مش يعني هم شافوها مش بيغيظوا بيها بعض يعني، فريق بيحتفل باغنيه عجبتهم وجت مصادفه وما فيهاش اي كلمه تجرح حد تاني، صحيح. وحاجه خاصه بالمصريين ده، وهم المغاربه عارفين ان المصريين دمهم خفيف وغاويين تهريج، فشايفين ان ده حاجه فاني من المصريين يعني مش بس كده مش لا ده اغنيه حلوه وخدت ترند هناك، بقول لك كل الانتباه بتسمعها يعني.